محمد حاشي عبد مدح وينك حجينك دولة جبلات كجل مدوك أوكس وأم ببحيم مجالد عابد وقية وقوي جبل كجل جدود يوفتي هرك عيي قدوم ياها برلما كجل مدوك على جعل عصير كنا كوبنا وزير يا حلبانا كتير سن جل مدوك أيام أنت وحي سو جارين مجالد عدادو إيه حرون تبرلما كجل مدوك سودا وين تمسورين تان وح كقريب جري حلبانا كتير سن جل مدوك ما مرك دك مدى عدادو يقيبها كردوان إيه بروشدا حلبانا كتير سن بحلبة كجل مدوك كان مدى أها وفتي جهر كعيا قدوم ياها بحلبة كجل مدوك على جعل عصير أيام جهرين تير لها اللي ورباهين تا وحن أركي دستور لسمايو اللي يري معايا شاعرة يا مرتودية إلما ذي الرجال وحاس أقبالي مكرن تذكر رجل مدوب شلي مامو كان استي وعدد اسكو دينا وعدد اسكو دقنا وعدد اسكو أفا وعدد ورارة إن دستور لو كلا سارنا يلي مكرن وحن يلي كرنا ما أفكست رجل مدوب كتير سن مرك أي ربطه إني أما شرع كهذا شو أما شقق بطه أما أي وحب بحده مرك أي ربطه وحن سوي جديدنا إن دستور كي رجل مدوب ولا استي كوي الطبن كقبيلة لستي دولة دفاع درار كهات أو أقوان ستي عالم كي أقوان ستي ربها شرع جا أو أين ولان هاي عم كوس عنا قدوم ياها بحرام كي جل مدوك على جعل عصير أي حل بنادا جل مدوك وحوجو باقي إيش دك دك أه أي أسو جاران مجرد عدد حرون تبحرام كي جل مدوك سيو قتان واجبات كذا شقو بحرام كي وحنو باقي يا رير جل مدوك هذا وحيلة سقطة لبعتمية labaatan iyo shan meelahaasna waxay joogtaa galmudug oo degmooyinkooda ayay joogan aniga ugu faadiisanay meediyaha waxaan rabaa inay shaqadooda u soo xaadiraan xildhibaanada galmudug inay u soo xaadiraan shaqadoodii iyo xaruntoodii inay u soo xaadiraan si ay u gutaan waajibaadka ay lahaayeen maxamed haashi abdi madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka galmudug ayaa sheegay إن أي كسو هرشيدان هذا كيشالا كسو يري حلبانا كتير سن غير مدوك كواس وشغي إن عطي كرسوني دا إكار لابتين قدوم ياها بحلما كي غير مدوك عالي قاع العصير وحنا سدو كلا شغي إن ولي اوتاقي يهي قلافي كدح ألوسنا هقان كسري غير مدوك وحا هاد مغلسانا دعي وحا روحنا نين شغو وحا وحا كجريني سنجرين وحا وقف ريدي كرانوني سنجرين قف كان وحا حلقة قادي كرا قفك عساق دورت قف كان وحا حلقة قادي كرا قفك عساق دورت قفك وحا حلوغة قادة مركي هشيس لي هاي دو هاد السنة لغي جوغنا وقل مدوك خلاف سوكر الله كده من أحد هذه وحان شك كجرين خلاف كواقس قل مدوك سوكر الله كده يقرأ غير سنانتي إن أي سندمان إلا مانك ما تنجوه socdaal kama tahay cadaadaha ku soo gaareen madaxweyne ku xigeenka galmudug iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay xildhibaan fadhigooda u yahay magaalada dhowsamareeb ay sheegeen in codka kulsoonida ay ka laabteen gudoomiyaha baarlamaanka galmudug mubaarak maxamuud shiqaadan tv ga caalamiga universal cadaadu